أول قرار لحكم مباراة الزمالك وبيراميد بعد مشاجرة جهاز الفريقين. قرر محمود بسيوني حكم مباراة الزمالك وبيراميد منح محلل أداء بيراميد بطاقة حمراء بعد شجار جهاز الفريقين عقب نهاية المباراة مباشرة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي في افتتاحية مبارياتهما. وحسب مراسل جريدة الوطن سبورت بملعب الدفاع الجوي، منح محمود بسيوني محلل أداء النادي السماوي بطاقة حمراء مع تدوين كل ما جاء في الشجار بين الطرفين من أجل كتابته في تقرير الخاص بالمباراة. وكان البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز كشف عقب نهاية المباراة عن سبب شجار جهاز الفريقين قائلاً: اعترضنا على وقوع لاعبي نادي الزمالك بشكل متكرر خلال أحداث المباراة، وهذا هو سبب سخونتها وما تبعها من أحداث بعد نهايتها. وانتهى لقاء الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 2-2 في لقاء كان ناري بينهما، إذ نجح الزمالك في تسجيل أهدافه عن طريق نبيل أعماد دنجا والسنغالي إبراهيم دانعي ندعي، فيما سجل بيراميدز أهدافه عن طريق كل من عبد الله السعيد ورمضان الصبحي.